الشغل ممكن انه يعجبك ممكن ما يعجبك، بس اكيد هو ما عجبك لك حيعجب غيرك. عمري 27 سنة، من مدينة حما. شغلي هو قوالب كيك وطلبات خاصة، عزايم، أعياد ميلاد. بلشت فيها وصرت أتعلمها شوي شوي، يعني ما بلشت فيها من الأساس إني أنا متعلمتها وأنا بلشت فيها، لا. أنا بعد ما بلشت يعني بلشت بالتدريج، صرت أتعلم. فكرتي إني أعمل مطبخ مستقل، أنا شغلي لأن ضمن بيتي. الناس بتحب يعني نمط شغل البيت. كثير مصادر بتقدر تاخذ منها أفكار، فينك تتابع صفحات على الانستغرام، صفحات الفيس، صفحات الأجنبية، يعني بكون فيها موديلات غريبة أكثر. بحب إني أطلع شيء جديد، بحب إنه ما في كيكة تكون تشبه الثانية، بحاول إني نور، وأهم شيء الألوان، يعني أي كيكة بتجيني ألوانها بحسها أنا ما أنا متناسقة مع بعضها ما بحب طبقها. هلا انا بقدر اني اخذ موديلات، بقدر اني يعني اختار الوان، بس انه فكره الكيكه مناسبه الكيكه طبعا الصمون هو اللي بيحدد هاي الشيء. عامله صفحه باسمي، كل الطلبات اللي بتجيني عليها، اغلب الطلبات اللي بتجيني بصور وبنزل عليها. هلا ادواته بتخلص ابدا، ما بتخلص، يعني قد ما كان عندك ادوات بتحس انه لسه بدك كمان. اكثر شيء صعب بشغلتنا هي النقل، انك بعد ما تخلص قالب الكيك اكثر شيء طريقه نقله كثير لازم تكون امنه عليه لحتى ما يتاذى. فكرتي اني افتح مطبخ مستقل لان هلا شغلي ببيتي. محلات الكيك في كثير محلات، بس شغل البيتي بيضل يعني مميز اكثر، وبيضل في نظافه بالشغل اكثر.